من رام الله الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. دكتور محمد أهلا بك. يعني نحن أمام مشروع قرار يقدمه الأمريكيون إلى مجلس الأمن، مختلف هذه المرة دكتور محمد، أناقشك في هذه النقاط. الاختلاف يحوي وقفا دائما لإطلاق النار، هذا لم يكن موجود سابقا، بالعكس كانت أمريكا تقدم فيتو إذا كان هناك مشروع قرار يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار. فنحن أمام وقف دائم هذه المرة، وأمام لغة حادة فيما ضد ما يتعلق بالعملية المجمع إجراؤها في رفح يعني. وبالتالي نحن أمام تغير، يعني شئنا ما بين أمام تغير أمريكي يمكن أن نناقش في هذا، هل هو تغير جاد فعلا يؤخذ على محمل الجد؟ تحياتي لك أستاذ محمود ولكافة المشاهدين الكرام. يعني نحن اليوم بال 64 بعد المئة من العدوان على الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد أي شخص متابع يرى تغيرا ما، وهذا التغير دائما الإنسان يأخذه بشكل إيجابي حتى لو كان دوافعه ليست بنفس الدوافع التي نرغب فيها، أن يكون هناك موقفا متوازنا من الإدارة الأمريكية تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني. هذا لا يمكن أن يتم، لأن هذه الحكومة أو هذه الإدارة هي جزء من العدوان وشاركت في مجلس الحرب وتدعم العدوان بالسلاح وبالذخيرة وبالطائرات وبالآليات وبالمال وبالحق الفيتو وكل شيء. وبالتالي أنا بعتقد أنه أن يتغير هذه اللغة لأسباب ما، كان داخلي إذا بعض الحديث الذي أستمع من المحللين أنه تغير نتيجة مثلا انتخابات، نتيجة الضغوطات عليه، نتيجة أنه يعني الضغط الدولي، نتيجة ما لن يحتمل ما يوقع من خسائر في المدنيين الفلسطينيين، هذا شيء طبيعي. ولكن بالنسبة لي نخرج هذا الموضوع، أن يتغير الموقف الأمريكي يضغط على حكومة الاحتلال ويدفع نتنياهو في مؤتمرات الصحفية يذكر حلفائه بأن كنتم قصرين الذاكرة، تذكر يوم 7 أكتوبر. هذا يدل أنه في ضغوطات حقيقية عليه، أن يلتف من خلف نتنياهو ويستقبل جان الصداق سياسي أيضا ضاغطة عليه. العلوم السياسية فهمتنا دائما قد تكون الدبلوماسية الناعمة أكثر تأثيرا من الدبلوماسية الخاشنة. أن يدعو إلى عدم دخول رفح إلا بخطة مبنية على أول شيء إبعاد المدنيين، إيواء المدنيين، إطعام المدنيين، تقديم الماء والملابس للمدنيين. في حالة حرب بهذا الموضوع أنت حاطط العصاية في الدولاب، يعني لا يتحرك نتنياهو، لا يستطيع أن يقوم بهذا الحمل وهو لا يرغب فيه، هو يريد أن يرغب أن يقتل أصلا. فإذا أنت حوطته بكل هذا الموضوع فأنت منعته يقدم على العملية. الجانب الآخر بما يخص القرار، المشروع القرار الذي يقدم، كان هناك تفكيرا في مشروع قرار آخر من جهات أخرى أيضا تقدم في مجلس الأمن، هذا يقطع الطريق عليهم. الجانب الثاني، نعم وقف إطلاق نار فوري الأول مرة، لكن هو مرهون بالإفراج عن كافة الرهائن الموجودين لفترة محددة ولن تتم. هو هذا ضغط نوع اعتراضي، ضغط على نتنياهو صحيح، وضغط ضغط أيضا على حلفاء الفلسطينيين الذين يرغبون بالتقديم أيضا لمشروع قرار حتى الإدارة الأمريكية تأخذ فيتو رابع حتى تحرج أكثر من ذلك. أنا بعتقد بمجمل العام الحرب كحرب في قطاع غزة عم تنتهي، ولكن المعارك الجانبية موجودة، والحرب كما كانت يعني حتى لو راجعنا قوائم الشهداء الذي يسقطون في قطاع غزة يتجاوز الأقل من 100. احنا بالنسبة لنا الفلسطيني الواحد والمية نفس الشيء يعني، وأنا حزن على الجميع. ولكن نعم في تراجع في مسألة الاشتباكات اليومية إلى حد ما، لكن كمان في خسائر ما زالت في جانب الاحتلال. ونستمعنا أول أمس قال وزير دفاع الاحتلال بشكل واضح، لا نستطيع أن نكون احتلال في قطاع غزة لأن هذا سيسبب لنا خسائر في جنودنا وضباطنا وفي مقدراتنا العسكرية، وإن لم يكن هناك بديلا موجود، وقد طبعا هو السلطة أول شيء، لا نستطيع الاستمرار في قطاع غزة. هو يعرف المحتل بأنه لا يستطيع البقاء في قطاع غزة، حتى في الشريط الحدودي الذي تم توسيعه من 300 متر إلى 800 متر وسيصل إلى 100,000 متر، بمعنى بحدود تقريبا اقتطاع من قطاع غزة 51 كيلو متر، إن كان من الشمال 9 كيلو و42 طول يعني من بيت حانون إلى رفح. أنا أعتقد أنه هذه الخطة، حتى هذه الخطة لم تسير بشكل صحيح. وأيضا الإدارة الأمريكية تراقب من خلال استخباراتها ومسيراتها ما يدور في الميدان، بأنه لم ينجح نتنياهو وجيشه فيما أعطاه من مؤشرات الإدارة الأمريكية بأن نحن جاهزين أن ننجز العملية في شهر ونصف. دكتور محمد، يعني الخبر الذي أناقشه معك أنه في مشروع قرار الأمريكيون يقدمونه فيما يتعلق فيه بند وقف دائم لإطلاق النار، صحيفة معاريف هي التي نشرته،
وبالتالي يعني اصلا الموضوع مشكوك فيه، يعني الموضوع اصلا الذي نناقشه قد لا يكون حقيقي يعني، وبالتالي فعلا امكانيه ان يكون ذلك حقيقيا يعني معاريف تنشر خبر انه الامريكيين لديهم مشروع قرار يقدموه لمجلس الامن فيه بند وقف دائم لاطلاق النار. البند ده اللي انا دايما اسال عنه دكتور، وهو المتعلق انه هذا الذي كان يرفضه الامريكيون، يعني هل ممكن تكون معاريف صادقه في انها في ان هناك مشروع قرار حقيقي فعلا يقدم الى مجلس الامن فيه بندا يتعلق بوقف دائم وكلي لاطلاق النار؟ بند دائم يعني بمعنى وقف اطلاق دائم نقطه، هذا لا يتم. وقف اطلاق نار دائم مشروطا بتحرير الرهائن الموجودين او المحتجزين في قطاع غزه. ما يذكر فيه بانه تبادل اسرى، وهذا ما قاله نتنياهو اليوم. نعم، لن يكون هناك وقف لاطلاق، ولا عمليه رفح مستمره صحيح. وهو ايضا يستخدم عمليه رفح كفزاعه، هو يعرف تماما بانه اول شيء لوجستيا لم يكن مستعدا، ولحتى الان لم يستعد، لانه يجب ان تكون قواته موجوده متواجده لدعم قوات الداخل الموجوده. خان يونس لم تنتهي المعركه فيها، مدينه حمد انسحبوا منها بالامس ولم يحققوا الانجازات الكبيره. تحدث نتنياهو وجيشه عن 4 كتائب موجوده في داخل رفح، وانا اقول هناك 5 كتائب، كتيبة في مخيم لبنى ومخيم شابورة والمدينة وشرقي أيضا المدينة، هناك 4 كتائب، 4 كتائب نخبة من حماس، بس هناك كمان في جهاد وفي شعبية وفي ديمقراطية وفي عدد كبير. الأهم من هذا وذاك أنه في 1,400,000 نسمة، هؤلاء يعني مهما لو قذفت حجر تؤدي إلى نتائج كارثية. المجتمع الدولي لم يعد يحتمل الصورة التي تخرج من قطاع غزة، الإدارة الأمريكية بأسباب الداخلية وأسباب أيضا الضغوطات الدولية وحلفائها، خاصة من الإخوان العرب الذين يضغطون على الإدارة الأمريكية بأنه ما يحصل في قطاع غزة إبادة جماعية يجب أن تتوقفوا، يتحاول الإدارة الأمريكية الابتعاد خطوات للخلف بعيدا عن حكومة نتنياهو. نتنياهو اليوم في أزمة والضغوطات عليه قوية جدا، وهو يعترف بهذه الضغوطات ويهدد العملية المستمرة بعد عملية إبعاد المدنيين. كيف يبعد المدنيين؟ لا توجد مساحة في قطاع غزة آمنة ولا مجهزة ببنى تحتية، لا يقدم الماء ولا الغذاء ولا الطعام ولا الملابس ولا حتى أي شيء كمان حماية، لا يستطيع. لذلك عملية رفح ما زالت حتى الآن تستخدم للترويع والتخويف من أجل الضغط على الفصائل لكي تقدم تنازل أكبر في وثيقة الورقة الخاصة بالتبادل. وأعتقد ورقة التبادل أصبحت منجز الآن، وإذا جلسوا على الطاولة غدا الاثنين ستكون هناك في تقدم، قد يكون خلال أسبوع هناك إنجاز في صفقة التبادل. صفقة التبادل حتى لو بالمرحلة الأولى 42 يوم ستكون الأمور متغيرات كبيرة جدا، لا تسمح نتنياهو العودة للقتال من جديد. أشكرك دكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية من رام الله. دكتور محمد شكرا جزيلا لك.